لو الحكاية فيها إن فيديو أكيد حصل مواقف إن يعني كانوا مدربين ليك وأنت لاعب، اتقابلت معاهم وأنتوا في نفس المنصب إنه مدير فني زيك، قابلت المواقف دي في حياتك كم مرة؟ يعني مثلا دربوني، يعني كان مدير فني ليك وأنت لاعب وفجأة بقى زميل ليك خارج المستطيل الأخضر، يعني الحمد لله. علشان بس ايه أبرز حاجة دي؟ يعني دي كتير مثلا حصلت معايا لسبب، لاني مثلا يعني انا بقالي دلوقتي 15 سنه كمدرب، يعني من سنه 2000 كنت مدير فني لنادي الالومنيوم الى حاليا في 15. طب ابرز منافس قابلته كان مدرب ليك وانت لاعب؟ وانا لاعب يعني كان وانت لاعب وبعدين فريقك قابل فريق؟ لا طبعا، يعني ما انا بذكر لك مثلا، يعني قصدي مثلا دربني مثلا الكابتن فاروق جعفر، دربني الكابتن طه بصري الله يرحمه، دربوني طبعا وانا بلعب في الزمالك، يعني سواء في 93 في 94 في 95 في 96، مرت الايام قصدي ما صعدت بالالومنيوم مثلا، فلعبت الكابتن طه بصري في 2000 مثلا و6، كان هو ماسك انبي وانا الالومنيوم، او حلم طولان، كابتن حلم طولان كان ماسك. طب مدرب تفوقت عليه يعني وانت مدرب برضه، يعني الاستاذ والتلميذ زي ما بيقولوا؟ لا والله بتبقى يعني ممكن نقول مثلا تقريبا ممكن تبقى كانت مثلا مع مثلا، يعني تذكر كانت مع، عشان يبقى دربني وعشان يبقى كسبته، يعني لازم تبقى مناسبتها برضو قليله يعني، لكن ممكن يبقى كابتن محمد صلاح اعتقد، يعني ان هي كانت، يعني هو كابتن محمد صلاح ما دربنيش اي نعم، بس هو الناس من طبعا من ابرز الناس اللي انا بحبها في حياتي، يعني قصدي ك يعني طرف يمين في نادي الزمالك او باك يمين، لكن اعتقد كان في مباراه كاس يمكن بين الالومنيوم وبين شاب جولدي، بين في الوقت ده زمان، بس في البتاع دوت في اول ال2000 يعني، وكان يمكن خرجناهم من الكاس يعني، او خرجوا من الكاس يعني بعد ماتشين، كان لعبه كان تعادل ايجابي وتعادل سلبي، بس كان لصالح يعني وكده. لكن برضو مدربين قصدي دربوني ولعبت ضدهم كتير، يعني زي ما قلت لك كابتن فاروق جعفر كان ماسك المحلة مش عارف، وانا ماسك الالومنيوم، كابتن طه بصري انبي وانا الالومنيوم وهكذا، او كابتن حلمى طولان برضو ما هو دربني وهو ماسك الحدود وانا ماسك الالومنيوم، فكتير يعني اقصد، يعني لان برضو الواحد بقى له بتاع 15 سنه كمدرب، فبالتالي عشرت اغلب المجموعه دي، يعني لعبت اكتر قصدي اساتذتي او اخواتي الكبار اللي هم دربوني يعني.